بسم الله. اخدنا المره اللي فاتت الجمله اسمها بريك، المره دي هناخد حاجه اسمها ليبلد بريك. ليبلد بريك البريك بتخرج بره اللوب على طول. طيب المره دي انا عايز اخرج لحته معينه، يعني دايما البريك بتخرج بره اللوب. طب افترضنا انا عندي اتنين لوب او حاجه وعايز اصنف، تلاحظوا ان في وايل اولانيه وفي وايل ثانيه. انا عملت ايه؟ عملت تيست وات دي كده، انا عملت ليبلد، عملت عنوان للمكان ده. الوايل الاولانيه دي بقى عنوانها او اسمها كلمه تيست، ولما اجي عند الكونديشن بتاعه اقول له بريك ات تيست بدون سبيس، فمعناها ان هو يخرج لمين؟ يخرج بره الايه؟ بره اللي هي اللوب اللي انا مسميها. فمش بس يخرج وخلاص في اي في اللوب، المفروض كان يخرج بره اللوب الصغيره، انا قايل له لا للتيست. تمام؟ فلو جينا كده عملنا اكزامبل ورقمنا زي ما احنا متعودين وعملنا المين فانكشن بتاعتنا، وتعالى نجرب كده. لو عملت مثلا على سبيل المثال فور عادية على طول لوب، وقلت له مثلا اي ان واديته مثلا رينج مثلا من 1 لـ 4 على سبيل المثال يعني. تمام؟ طيب ان تمام خلاص، وهاجي اعمل فور تانية داخلية وليكن مثلا برضو هسميها اكس، وان مثلا من وديها ونديها اي رينج مثلا من 1 مثلا الى ايه؟ الى 10. كويس جدا، بقى عندي الاولاني بيمر من 1 لـ 4، الثاني بيمر من 1 لـ 10. انا وهطبع عادي جدا ببرنت لاين، مفيش اي مشكله، قيمه الاكس وقيمه الاي، يعني هقول له اي بت ايكوال مثلا الفاريبل اي و مثلا الاكس ايكوال والفاريبل ايه؟ والفاريبل اكس. حلو جدا، هنطبع قيمه الاي وقيمه مين؟ قيمه الاكس. كل اللي انا عايز اقوله له، عايز اقول له اف ان حصل رقم معين، فهقول له مثلا على سبيل المثال اف ان الاكس طلعت بتساوي على سبيل المثال عند 5، انا اعمل بريك. ماشي؟ ده الطبيعي، يبقى عند الخمسة هيحصل بريك. عند الخمسة في مين؟ في الاكس، وانا كاتب البريك جوه مين؟ جوه اللوب بتاع الاكس. كاتبينه جوه اللوب بتاع مين؟ بتاع الاكس. طيب لما نيجي نجرب كده هنلاقي ايه؟ طلعت الارقام زي ما انت شايف، ايوه تحت اهي. هنلاقي ايه؟ الاي مسكت معاك الاكس، خلينا بعينينا على الاكس. الاي لما كانت بواحد، الاكس كانت بواحد 2 3 4 5، البريك خلص. بس البريك ما وقفش كله، البريك بدا ايه؟ وقف اللوب الصغيره اللي هي من 1 لـ 10، وبدا في الايه؟ في اللوب الكبيره اللي هي بقت ب2 لغايه الخمسه برضو، وبعد جيت عند الخمسه ضرب اللوب الصغير، وبعد كده ياخد 3 وبعد ياخد 4 الى اخره. تمام كده؟ دي كانت فكره مين؟ فكره البريك العاديه اللي احنا اخدناها قبل كده. طيب لو انا عايزه ما يهربش في اللوب الصغير، عايزه يطلع بره اللوب اللي بره، فهسمي اللوب الاولانيه واسمي اللوب الثانيه. هسميها ازاي؟ قمت كاتب عند الاولانيه فيرست ات، وكتبت على الفور الثانيه سكند ات. يبقى عندي كده ايه؟ الفيرست والسكند، والفيرست مسمى والسكند ايه؟ والسكند مسمى. في الحاله دي انا اقدر اقول له بريك لفين؟ او اقدر اقول له ايه؟ بريك لفين؟ انا عايز بريك مثلا الفيرست كلها، غير لما اكون بعمل بريك بس، بريك بس هتخرج من اللوب الداخليه اللي هي السكند يعني. فانا هقول له لا، انا هقول له المره دي عايز اعمل بريك ات، وخد بالك بدون سبيس، بريك ات الفيرست، يعني اخرج بره الفيرست. تمام كده؟ لو جينا جربنا كده الوضع بعد ما عملنا بس الليبلد وان انا اخرج بره اللوب الخارجي، تعالى مع بعض نشوف النتيجه هتطلع ايه. تلاحظ هنا قال لي الاكس الاي كان بواحد، بعد كده جاب 1 2 3 4 5 وستوب. ستوب ايه؟ ستوب اللوب الكبير وبالتالي اللوب الصغير، فبالتالي الكود كله بالنسبه لنا ايه؟ الكود كله بالنسبه لنا وقف، لان قلت له اخرج لغايه مين؟ اللوب الايه؟ اللوب الاولاني، وبالتالي اللوب كله وقف، ما كملش بقى 2 و3 و4 خالص، وقف عند الايه؟ عند 1. لو انا بس حبيت اوريك ان هو يعني هيخرج بره دي ومطبق الكود اللي بعديها، فممكن نعمل برنت لاين بسيط جدا كده، نقول له بروجرام اندد، عشان بس ايه؟ اما اخرج بره اللوب هو مش بيعمل اكزيت للابلكيشن، لا لا لا، هو بيخرج بره الايه؟ بره اللوب، ويبدا ايه؟ يكمل ما بعد الايه؟ اللوب زي ما احنا شايفين، وطلع لي بروجرام ايه؟ بروجرام اندد اول ما الاكس كانت بـ5 وخرج بره اللوب الايه؟ بره اللوب الرئيسي اللي هو الفيرست.